بسم الله الرحمن الرحيم. بتفاؤل كبير نبدا عام دراسي جديد مليء بالانجازات. نامل جميعا ان نحققها. كده جنبك مراكز 10 اولى لاوائل الطلبه محجوزه تنتظروا من يحصدها. مسابقات علمية وثقافية تنتظر من يشارك فيها. مسابقات رياضية للبنين ومسابقات رياضية للبنات تنتظر حاصديها. مسابقات فنية تنتظر من يهوى الفن والمسرح والفن والإبداع. مع بداية العام الدراسي كلنا جميعا نأمل وننتظر تلك الإنجازات، ومع نهاية العام نذكرها ونتلو الإنجازات ونكرم حاصديها. الأمة تنتظركم أولياء الأمور، ينتظرون إنجازاتكم. قروا أعين أولياء الأمور، حققوا آمال الأمة. حق علينا أن نقف معكم جنبا إلى جنب، فلنحقق سويا تلك الإنجازات والطموحات. اليوم يوم من أيام الذكريات، السنة من سنوات الذكريات. بعد مرورها وبعد عشرات السنين نأمل أن نمر بساعة منها، فلنعش السنة ولنعش أحلى الأيام وأسعد اللحظات، ولنحقق دوما الطموحات، ولنكن جميعا على قدر من المسؤولية لتحقيق تلك الإنجازات. فالأمة لا تنهض إلا بنهوضكم وبهمتكم. فلنبدأ اليوم والعام الدراسي الجديد كلنا همة ونشاط، لأن نكون دوما عند حسن الظن. المدرسين الأفاضل على مستوى المسؤولية وكلهم آباء وإخوة لكم، يحققون معكم كل طموحاتكم. فلنقف جميعا جنبا إلى جنب ولنبدأ العام الدراسي الجديد، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.